أهلا بكم مجددا مع دروسنا بـ Next.js، ونكمل مع درس الفلترينج أو فلتر بوكس. وفي الدرس السابق قمنا بإنشاء الشيء الذي قمنا بإنشائه هو الترتيب من الأقدم لأحدث، أو الترتيب أحدث إلى أقدم، أو الأقدم لأحدث، يعني sorting. قمنا بترتيب حسب تاريخ التحديث، وقلت لكم أن في الفيديو القادم سأشرح لكم عن هذا الموضوع. ومن هنا يمكن أن أيضا أن نضيف sorting وfiltering آخر. فالفكرة التي لدينا مرة أخرى، انظر للصورة الكاملة، لدينا هنا Next.js التي هي فيها client وفيها أيضا server، ولدينا هنا الباك اند التي هي عبارة عن strapi، وstrapi هي التي متعلقة بالداتابيس. فكيف طريقة السورتينج التي قمنا بها؟ بكل بساطة، عندما يقوم الشخص أو اليوزر بالنقر على زر sort الموجود بالكلاينت الموجود هنا، يعني هذا الزر أو هذا الزر الموجود طبعا بالكلاين، عندما يقوم الشخص اليوزر بالنقر على هذا الزر، فهو يقوم بتغيير الشيء بإضافة كويري لليورل. فإذا اليورل الذي لدينا الموجود في المتصفح يتغير، ويتم إضافة له كويري هنا معين الذي يساوي sort يساوي descending أو ascending. فمجرد أن يتم ذلك، فعلى أرض الواقع هنا ترتيب من أقدم الأحدث، تغير اليورل هنا. مجرد تم تغيير اليورل هنا، الذي سيحدث أن Next.js من جهة السيرفر سيتم إعلامها بهذا الكويري الذي تم تغييره هنا. والشيء الذي سيحدث إذا ذهبنا إلى Pages Index، فمن جهة السيرفر هنا، كيف عرفت Next.js؟ من خلال هنا، من خلال Context Query Sort. فNext.js عرفت بهذا الموضوع، عرفت أن الكويري تغير، فقامت بتقديم طلب لـ Backend Strapi أو أي Backend لدينا، واشتمل هذا الطلب على الكويري المطلوب من جهة الكلاينت. وفي حالتنا سترسل سيرفر Next.js، يرسل لسيرفر Strapi، سيرسل له أن السورت descending سورت ascending، هذا مع الكويري سيتم إرساله للباك أند. هنا الباك أند ستلتقط هذا الطلب، فدعوني أريكم كيف ستلتقطه. فبكل بساطة، إذا قمت أنا مرة أخرى سأعود للرئيسية، جيد، وهنا الترتيب من أقدم الأحدث الذي حصل، تغير اليورل، ثم الباك اند هنا Next.js ستعلم بذلك، او سيرفر Next.js، والان ايضا سيرفر Strapi سيتم اعلامه بذلك. فاذا لاحظوا، ها هو سيرفر Strapi لدينا هنا. فاذا لاحظوا، تم ارسال طلب من سيرفر Next.js. فإذا هنا السيرفر Next.js، قلت لكم الجملة كانت أن السيرفر Next.js أخذ هذا الكويري من اليورل وأضافه الكويري، أرسله للباك أند. فما هذا الكويري الذي أرسله للباك أند؟ هو هذا الكويري، هذا الطلب الذي فيه أن السورت سورت حسب الأبديتد أسندينج وموضوع الباجينيشن. فأرسل هذا الطلب. الآن أصبح هذا الطلب من جهة Strapi موجود. Strapi ستأخذ هذا الطلب، وماذا ستفعل به؟ سترسله للديتابيس. فالديتابيس ستقوم بإرسال أمر معين مخصص من جهة Strapi، ليس لنا علاقة به، لكنه يحدث فيما وراء الكواليس. وStrapi سترسل طلب كما قلت للديتابيس. ديتابيس تجلب لي البيانات حسب هذا الكويري الذي تم إضافته، وثم ستعود للديتابيس بريسبونس للباك اند التي هي Strapi، وStrapi ستعود لي بريسبونس للسيرفر هنا. وهذا أين يوجد بالكود الخاص بنا؟ يوجد هنا، عندما قمنا بالطلب من Strapi وأعادت لنا الداتا هنا. فStrapi أعادت الداتا المطلوبة، وثم سيرفر Next.js أرسلها للكلاينت Next.js، وبالتالي تم عرض الريسبي على الصفحة. إذا أرسلها للبيج هنا لجهة الكلاينت، من هنا تم إرسالها، وثم تم عرضها هنا.
جيد. فإذا هذه هي السلسلة، هذه هي سلسلة الأحداث التي مررنا بها بالفيديو الماضي. طبعا الموضوع الذي حدث أن خلال إنشائنا للكويري لإرسالها لقاعدة لباك إند سترابي، خلال هذه العملية استخدمنا نحن لايبرري اسمها QS، يعني كويري سترينجيفاي. لماذا استخدمناها؟ لكي تسهل علينا عملية إرسال الكويري الذي طلبه المستخدم للباك إند. مرة أخرى، ماذا يعني ذلك؟ يعني بكل بساطة أن هنا عندما قمنا ببناء الكويري بارامز، فنريد أن نرسل هذا الكويري للباك إند من خلال طلب هنا، فيصعب علينا أن نكتب بهذه الطريقة، علينا أن نرسل الطلب ونكتبه بهذه الطريقة. لاحظوا، نكتبه بهذه الطريقة أن updated at كذا. وأيضا اليوم سنضيف عوامل تصفية أخرى، وبالتالي سيصبح هذا الكويري طويل جدا. واختصارا لذلك قمنا باستخدام وتسهيل لذلك وتنظيم لذلك، قمنا باستخدام باكيج اسمها أو library ما هي لعف ما هي query s، يعني query stringify. قمنا بتزويد الكويري برام فيها بهذا الشكل، وهي حولته لسترينج، أضفناه لليورل وتم إرساله لسترابي بهذا الشكل. طبعا هذا مرة أخرى بهدف التنظيم وجعل هذا الكويري سترينجيفاي، وليس بهدف أن نضيف فانكشناليتي جديدة أو نضيف شيء جديد. لا، نحن يمكننا أن نستغني عن هذه الخطوة بأن ننشئ الكويري بهذا الشكل بشكل يدوي مباشرة يعني. لكن نحن قلنا أن لماذا نتعب أنفسنا ننشئ الكويري برام بهذا الشكل ونجعلها سترينجيفاي ونعطيها لسترابي. واضح؟ فإذن هذا هو شرح الفكرة الرئيسية التي كانت بالفيديو الماضي. أيضا هذه الفكرة نفسها سنطبقها مرة أخرى بعوامل تصفية جديدة في هذا الفيديو. طيب الآن سنكمل، الآن سنريد إضافة search box هنا. أين؟ دعوني أمسح هذا من هنا. أو وهذا هل نحتاجها؟ سأبقيها مبدئيا، ربما نحتاج هذه الصورة. فهنا أريد أن أضيف search box. فسنذهب بداية للكومبوننت التي نضيف بها كل شيء خاص بالفلترينج، وهي الفلتر بوكس. سنذهب إليها، وهنا سأضيف search box، أريد إضافة search box. طبعا هذا search box سأنشئه هنا في الأدنى، هنا سنكتب search box و سيكون اسمه أيضا search box. على search box سنضيف به نفس الأشياء التي أضفناها بالفلتر date هنا نفسها، لكن سأعيد كتابتها. فإذا بداية سيكون لدينا dev، هذا dev سيكون له class name section، لأن قلت لكم قبل بالفيديو الأول أن سيكون لدينا section لكل عامل من عوامل التصفية. فإذا هنا هكذا. أيضا سيكون لدينا paragraph tag، سأضيف له class name، سيكون class name عبارة عن styles، هل يمكنك معرفة ما هو section title. وهنا سأضيف messages، وسأضيف هذا الآن search by term، هذا العنوان سيكون. وأيضا سأضيف input هنا، وهذا الانبوت سأضيف له class name styles section input، وأكيد التايب الخاص به سيكون text. وأيضا سأضيف link، هذا link سيكون له class name styles section button، وسيكون له message، هي المسجز ستكون search. وأيضا سيكون له href، وبالتالي سأضيف له href، سأجعلها مبدئيا المسار الجذر الموقع. الآن لنضف المسجز، فبالتالي سأذهب للأعلى هنا وأضيف المسجز. فهنا لدينا search by term، هكذا كان اسمها، حقيقة نسيت اسمها. اليوم لم يكن لدي أي دافع لتسجيل فيديو، لكنني أسجل فيديو اليوم حتى أكمل المسار الذي بدأنا به. search by term، البحث، البحث باستخدام، أو البحث، ماذا نسمي البحث؟ البحث عن الوصفات مثلا. وهنا search ستكون بحث فقط هكذا. نعود إلى حيث كنا، هنا بالفلتر بوكس سأقوم
تحديث الآن لاحظوا ظهر البحث. ها هو الآن أريد أن أقوم بستايلينج لبعض الأمور وثم نكمل لجعل هذا البحث يعمل، يعني نضيف له functionality. فالموضوع سهل جدا، فقط نذهب للستايلز ونضيف للسكشن سكشن انبوت نضيف ستايل، فسنضيف أن الأوتلاين، سنمسح الأوتلاين، سنمسح البوردر، سنجعل باك جراوند لا يوجد، نان، كل شيء نان. بالنسبة للبوردر بوتوم 2 بيكسل، سوليد، بار، برايمري كولر، والفون سايز 1 رم. أعتقد هكذا فقط. فإذا لنرى كيفية التغييرات، فإذا بهذا الشكل، فإذا جيد. الآن سنعود في السيرش بوكس أو الفلتر بوكس، ولدينا هنا السيرش بوكس لدينا هنا. فالفكرة الآن هي أن هذا مجرد input ونريده أن يعمل، وعادة نحن نعرف كيف تعمل هذه الأمور بالرياكت، علينا أن نستخدم use state. صحيح، فإذا دعونا نجلب use state من الأعلى هنا. إذا سأذهب إلى هنا وأجلب import use state from react. جيد، هنا سنعود إلى search وسنقوم بإنشاء هكذا state هنا، بداية search term و set search term ويساوي use state empty string. فإذا بداية سيكون هذا عبارة عن empty string، وبالتالي ال input كما نعرف لديه value، فإذا ال value الخاصة بهذا ال input ستكون هي عبارة عن search term. ممتاز. أيضا يجب أن يكون هنا لدينا on change عندما يتم تغيير ال input، فكيف سنحصل عليه؟ فهنا on change سنكتب handle change والآن سننشئه. فإذا هنا سنكتب handle change. طبعا هذا موضوع يعني أنت تعرفه، أنا أتوقع أنك تعرفه، لابد أنك استخدمته كثيرا 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 خلال مسيرة وتدربك. فإذا prevent default. جيد، وسنجعل set search term يساوي ال e target value، فقط نريد أن نحفظها بال state. فإذا ممتاز. أيضا هنا باللينك الذي لدينا هنا بالإتشرف سنغيره حتى يأخذ المسار الرئيسي. جيد، وأيضا سنضيف له query، وهذا الquery أيضا سأسميه search term وأعطيه search term. طبعا أنتم تعرفون إذا أنا أردت أن أكتب هكذا بجافا سكريبت جيد، لكن بالنسخة الحديثة هكذا يكفي، فإذا لأن لدينا search term نفس الاسم. فإذا ممتاز. فإذا يفترض الآن كل شيء على ما يرام. فإذا يفترض الآن أن عندما أكتب هنا الشيء وأقوم بالنقر على بحث يظهر لي شيء في الأعلى. طبعا لاحظوا لدي sort ascending هنا، فإذا سأكتب أي شيء بحث لاحظوا ظهر في الأعلى، لكن sort ascending اختفت. لماذا؟ لأننا لم نحتفظ بالكويري. فحتى نحتفظ بالكويري ماذا نفعل؟ أنت تعرف ماذا يجب أن نفعل هنا أو أن نضيف هنا، أنت تعرف ذلك صحيح؟ يجب أن نقوم بجلب الراوتر هنا. فإذا راوتر، فإذا لا داعي أن تبقى تنتظر حتى أنا أكتب، أنت يمكنك أن تكتب أو أن تفكر وأن تجلب شيء له معنى. فإذا هنا راوتر كويري، فإذا راوتر query، وإذا لم يكن هنالك router query سنجعلها empty string هكذا وفقط، ليس empty string empty object عفوا. وبالتالي هنا بالأدنى سنجلب ال router query. جيد، فإذا الآن إذا قمت أنا بترتيبنا الأقدم للأحداث، جيد، وثم قمت بكتابة شيء هنا وبحث، فإذا لاحظوا أيضا سيتم إضافة ذلك للكويري. ممتاز. الآن بقي الفكرة الأخيرة هو أن نذهب للسيرفر ونتعامل مع هذا الموضوع. فإذا سنذهب للسيرفر هنا، وبالنهاية هنا سنجلب كما جلبنا السورت أيضا سنجلب السيرش تيرم إن ويجت. فإذا سيرش تيرم هكذا، وأيضا هنا search term، وإذا لم يكن هنالك search term سنجعلها empty string.
فإذا الآن هنا بالنسبة للسورت لدينا الآن search term ولدينا sort، فبكويري بسترابي يمكن أن ننشئ هنا شيء اسمه filter filters. البحث هو عبارة عن filter، وبالتالي هنا سنكتب filter، والمكان الذي نريد أن نبحث فيه عن هذا search term نريد أن نبحث، مثلا كتب مثلا هنا المنسف مثلا، فنريد أن نبحث عن كلمة المنسف إما أن كانت موجودة بالtitle أو كانت موجودة بالdescription. فبالتالي هنا سأكتب filters بهذا الشكل، وأكتب هكذا، أكتب title، طبعا سأغيرها الآن بعد قليل، دعونا نكتب هنا title. التايتل أريده أن يكون contains للsearch term، وأيضا الdescription أريده أن يكون contains أيضا للsearch term. لكن لاحظوا الآن كيف سنجمع بينها، هذا لدينا title، لاحظوا الجملة التي أقولها، أنا أريد title search term إما أن يكون موجود بالtitle أو يكون موجود بالdescription، فأنا أقول أو يعني أستخدم or، وبالتالي هنا بحاجة لاستخدام or operator. بالfilters هنا يمكن أن نستخدم or operator، فقط تكتب dollar sign or وتعطي قيم ال or بداخل array، فبالتالي هنا القيمة الأولى array من object، فإذا القيمة الأولى هي title فإذا سأضعها هنا، والقيمة الثانية سأفتح لها object هكذا وموجودة هنا. فإذا الآن أنا قمت بإنشاء or filter or بهذا الموضوع. طيب فإذا الآن لو عدت إلى هنا وقمت، طبعا لا يوجد نتائج للتو، فإذا قمت بالرئيسية هكذا وقمت بالبحث هنا، أريد البحث عن المنسف فقط، سيبحث عن المنسف إما بالdescription وإما بالtitle. فإذا بحث، لاحظوا في الأعلى سيكتب search منسف، ولاحظوا بالنتائج جاءني وصفتين فقط فيها المنسف، فإذا هنا يوجد منسف هنا، أيضا يوجد منسف بالتايتل. فإذا لاحظوا أنا قمت الآن ببناء functionality خاصة بالsearch، فإذا هذا هو search، هذه search لوحدها، هذه النقطة لوحدها يمكن أن تكون search فقط. والآن نحتاج الاستمرار، الآن يجب الاستمرار لأننا نريد إضافة عوامل تصفية أخرى، فإذا نتوقف ونكمل.